هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، حلقة جديدة وبرنامجنا هنا مسبيرو الخميس، نسعد بصحبة حضراتكم على مدى ساعة تقريبا. الجزء الأول هو جزء نقول فيه بين مجموعة من أهم وآخر الأخبار، ونتوقف أيضا بمجموعة من الاتصالات الهاتفية للبحث والتدقيق ومعرفة بعض التفاصيل. أما الجزء الثاني فهو حواري بامتياز زميلي العزيز خالد سعد في ضيافته المهندسة مي عمر خبير التحول الرقمي، حول المدارس التكنولوجية والتحول الرقمي في مصر خلال المرحلة المقبلة. خلونا نبدأ على طول فقرتنا مع حضراتكم، وطبيعي أن نبدأ من هذه الجولة والزيارة المهمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجموعة من دول قارة أفريقيا الشقيقة التي بدأها بأنغولا واليوم زامبيا، حيث ألقى كلمة مهمة في افتتاح مؤتمر الكوميسا أعمال القمة 22 للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا المعروفة باسم الكوميسا، ثم تسليم الرئاسة إلى الجانب الزامبي. خلونا نشوف جانب سريع من كلمة السيد الرئيس ثم نعود لنتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع وهذه المشاركة والزيارة المهمة للسيد الرئيس إلى مجموعة دول أفريقيا في العاصمة الزامبية لوساكا للمشاركة في أعمال القمة 22 لتجمع الكوميسا تحت شعار تكامل الكوميسا الاقتصادي يرتكز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة. واسمحوا لي في مستهل حديثي أن أتوجه بخالص التقدير إلى أخي فخامة الرئيس جمهورية زامبيا على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وهو أمر ليس بالمستغرب على شعب زامبيا المضياف. كما أتوجه بالشكر إلى فريق عمل الأمانة العامة للكوميسا على حسن الإعداد والترتيب لفعاليات اجتماعنا اليوم. لقد كان شرفا كبيرا أن تتولى مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين. هنروح مباشرة بعد جانب من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية إلى سعادة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق الحقيقة والخبير بالشأن الإفريقي والخارجي. سعادة السفير مساء الخيرات يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني خليني أسأل حضرتك بعد ما بشكر حضرتك طبعا على وجودك معنا عن دلالات وأهمية هذه المشاركة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على نقل رئاسة الكوميسا إلى الجانب الزامبي، ثم هذه الجولة الأفريقية المهمة، يعني كيف تراها سعادة السفير؟ يعني طبعا هذه الجولة يعني السيد الرئيس بيستكمل بيها الجولات الأفريقية السابقة التي كان قد قام بها في مراحل زمنية مختلفة، وبهذه الجولة الحالية يكون السيد الرئيس غطى المناطق الجغرافية المختلفة في القارة الأفريقية، الشرق أفريقيا، غرب أفريقيا، جنوب أفريقيا. فطبعا هذه الجولة أعتقد زي ما تابعنا حضرتك نتائج القمة المصرية الأنغولية بتفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين أنغولا وبين مصر، ستعود بمنافع متبادلة على الجانبين وعلى الشعبين. ودي زيارة السيد الرئيس لأنغولا دي أول زيارة لرئيس جمهورية أو لرئيس دولة مصري، رئيس دولة مصري، سواء كنا بنتكلم عن فترة قبل 52 أو بعد 52 لأنغولا. أنغولا دولة أفريقية تتحدث اللغة البرتغالية مثلها مثل موزمبيق، لأنهم كانوا خاضعين للاستعمار البرتغالي، لكن أنغولا حققت تقدما كبيرا في مجال، طبعا هي دولة منتجة للنفط. صحيح. وكما قال رئيس أنغولا وهو يخاطب السيد الرئيس، قال إنه أنغولا إن شاء الله في المستقبل هتستفيد من التجارب المتراكمة للشركات، الشركات الكبرى، شركات المقاولات المصرية التي قامت بتنفيذ المشاريع القومية المتعددة خلال السنوات القليلة الماضية. عظيم. ثم كما أشرت حضرتك توجه السيد الرئيس إلى زامبيا حيث يعقد القمة 22 لكوميسا اللي هو اتحاد اقتصادي لشرق وجنوب أفريقيا. نعم.
وبالمناسبة مصر كانت من الدول المؤسسة صحيح المؤسسة لهذا التجمع الاقتصادي الهام في التسعينيات من القرن الماضي. الكوميسا طبعا السيد الرئيس سلم الرئاسة المصرية إلى زامبيا. الكوميسا طبعا دي حضرتك اتحاد يعني منطقة اقتصادية خاصة بدول شرق وجنوب أفريقيا، ومما لا شك فيه انه ده بيساعد الاقتصاد المصري بيفتح مجالات جديده ومتعدده امام شركات القطاع الاعمال العام، شركات القطاع العام، شركات القطاع الخاص، بيفتح لها مجال، وخصوصا اذا اخذنا في الاعتبار انه تم انشاء منطقه التجاره الحره القاريه الافريقيه. فطبعا عندما يتم التغلب على بعض المسائل، إيجاد حلول لبعض المسائل الإدارية والجمركية في هذا السياق، أعتقد أنه ده بيفتح آفاق كبيرة جدا لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية، ومصر طبعا في مقدمة الدول التي تستفيد من ذلك. زيارة السيد الرئيس لموزمبيق أيضا صحيح، دي أول زيارة رئيس دولة مصري لموزمبيق. ده هيؤكد الوجود المصري في هذا الجزء الهام من القارة الأفريقية. نعم. في موزمبيق طبعا بتواجه إرهاب الجماعات الإسلامية المتشددة، ولا شك ان التعاون مع موزمبيق في مكافحه الارهاب هيبقى حضرتك هيعود بفائده كبيره على موزمبيق. فاعتقد انه هذه الجوله بالاضافه الى الجولات السابقه للسيد الرئيس في مناطق جغرافيه متعدده في افريقيا، اعتقد بترسخ الدور المصري في القاره الافريقيه. أنا بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير على هذه المداخلة الضافية. سعادة السفير حسين بريدي مساعد وزير الخارجية، شكرا جزيلا لحضرتك، سعدنا بيك. هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونعود لاستكمال هذا الموضوع المهم والحيوي وغيره أيضا من الموضوعات في فقرتنا الإخبارية، ابقوا معنا. برحب بحضراتكم مجددا. الحقيقة أنه في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام هذه القمة المتعلقة بالكوميسا ورئاسة مصر السابقة لها وتسليمها إلى زامبيا، أشار إلى الحقيقة مجموعة من النقاط المهمة اللي محتاجين نتوقف أمامها خلال هذه الرئاسة. يعني مصر ركزت على قطاع البنية التحتية من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأفريقية. سيادة الرئيس دعا كمان جميع الشركاء لتقديم الدعم الممكن للسودان الشقيق للعمل على حل الأزمة. تكلم سيادته كمان عن سد جوليوس نيريري في تنزانيا وإزاي بيولد 2500 جيجا وات كهرباء. مصر مهتمة جدا بالتنمية في إفريقيا وتوجه محمود للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلونا نروح لكاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع. مساء الخيرات يا أستاذ أكرم. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني حضرتك شايف كلمة السيد الرئيس ازاي اليوم، وأهمية هذه الجولة والمشاركة برأي حضرتك يعني في ظل يعني تبوء إفريقيا مكانة خاصة في السياسة الخارجية المصرية؟ الحقيقة يعني على مدى 9 سنوات لم تتوقف مصر عن التعامل باستراتيجية حقيقية مع الأشقاء في أفريقيا، ومصر بتدعم كل الطرق للتعاون، للشراكة، للتجارة، للاقتصاد، لتوطين الصناعة. والحقيقة يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكثر رئيس مصري زار دول أفريقية، ومثلا أول رئيس بيزور أنغولا، بيزور موزمبيق، العلاقة مع زامبيا، مع كينيا، مع أوغندا، مع يعني كافة الدول العربية. فطبعا يعني كلمة الرئيس كانت ملخصة جدا لاستراتيجية مصر. والحقيقة مش بس هنا، احنا عندنا المؤتمر الكردي الأفريقي اللي منعقد في القاهرة حاليا، والرئيس وجه فيه سواء في نسخته الثانية اللي معقودة حاليا أو نسخته الأولى إنه الدول الأفريقية عليها أن تسعى إن يكون عندها استراتيجيات للتعاون مع الصحة، مع الدواء، مع اللقاحات. مصر قدمت ملايين الجرعات من لقاح كورونا للأشقاء في أفريقيا. كمان الحقيقة الرئيس تجربة مصر في رئاسة الكوميسا اللي هو بيسلمها لزامبيا، رخصها الرئيس انه على مدى عامين في
فترة دقيقة جدا وشهدت تطورات وتحولات كلنا شايفينها. مصر كانت حاطة أهداف في رئاستها للكوميسا إنه دفع معدلات التكامل، تعزيز مقدرات السلم والأمن، استمرار التكامل الإقليمي ومواجهة التحديات. والحقيقة إنه مصر بتولي اهتمام واضح جدا للبنية الأساسية لاستقرار الدولة بصفات خدمات الدولة هي الأساس لاستقرار الدول. منظمة التجارة الحرة القارية، تحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة بين تجمعات الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا. فطبعا حث الدول ده، يعني هذه الجهود أسفرت على أنه النهاردة الصادرات بين الدول الأفريقية وصلت 13 مليار دولار. ده رقم كبير جدا لم تصل إليه الصادرات في أفريقيا. وأنه حجم التبادل التجاري من بين مصر ودول الكوميسا 4.3 مليار دولار. هاي. مصر بتركز على تشجيع مشروعات الكهربائي والربط الطرق، مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والرئيس يعني بيحشد بيدفع لتكثيف الجهود لحشد الموارد المالية لتنفيذ هذه المشروعات. الشراكة والتعاون كمشروع سد جوليوس نيريري أحد أكبر مشروعات التعاون بين مصر وشركات القارة. صحيح. بتأكيد لأن مصر لا تقف، بالعكس مصر تدعم التعاون والشراكة مهتمة بتنمية إفريقيا، لكن من خلال التعاون وليس من خلال حلول فردية. احنا بنتكلم 2.5 جيجا وات، ده رقم كبير جدا. يعني اعتقد تنزانيا ستستفيد منه محليا وتصدر من هذه الطاقة. مجالات الصحة والتعاون والتصنيع الدوائي، مصر قدمت مقترح للجنة الصحة في استبدالة الكوميسا واستضافت الدورة الأولى والثانية من المؤتمر لبحث سبل الاستثمار في المجال الدواء، توطين صناعة الدواء اللقاحات. مصر قدمت 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الأفريقية، عرضت وقدمت علاج لمليون أفريقي من الفيروس الكبدي. في السلم والأمن الرئيس يؤكد أنه استدامة السلم مهم جدا، ومصر بترى أنه إحلال السلم والاستقرار وضمان الدولة بيقلل من الصراعات وبالتالي بيساهم في التنمية، والتنمية بتقلل أيضا من الصراعات، وبالتالي فكرة التعاون والشراكة والسلام هي استراتيجية مصرية. مصر طبعا معها يعني دور مهم جدا في إقرار السودان وحرص حقيقي، مش بنعتبر السودان بنعتبرها جزء من مستقبل واستراتيجية مصر، وبالتالي دعم شعبها بالتكاتف واستضافة اللاجئين وغيره وكجوار مباشر الأطراف المختلفة. مصر عاملة ده أربع الأعمار والتنمية بالقاهرة، بيقدم توفير الدول الشقيقة مسارات مختلفة. فيعني كافة الاتجاهات الحقيقة، ومصر بتتحرك في اتجاهات مختلفة لهذا الأمر، وأظن سياستها القارية والأفريقية استراتيجية مهمة جدا ومفيدة وصادقة وتقوم على فائدة لكل الأطراف، والفائدة الحقيقية لوقف الصراعات وإحلال التنمية محل الصراعات. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الرؤية أستاذ أكرم، وتأكيد سيادتك الحقيقة على فكرة دعم مصر لأشقائها الأفارقة واهتمامها جدا بالتنمية في إطار التعاون المستمر والتعاون المشترك، يعني انطلاقا من فكرة أنه لا ضرر ولا ضرار. عموما هنطلع فاصل وأرجع لحضراتكم، ما زال عندنا مجموعة من الأخبار في هذه الفقرة الإخبارية. مرحب بحضراتكم مجددا. يعني الحقيقة غني عن البيان ان احنا نقول فكرة الارتباط الوثيق والصلة والمصير المشترك بين شعبي وادي النيل، بين مصر والسودان، واهتمام مصر الحقيقة والقيادة السياسية بتحقيق الأمن والاستقرار في السودان وبذل كل الجهد ممكن ليجلس الفرقاء على مائدة الحوار، ليتوقف إطلاق النار، لتقوم المؤسسات الوطنية والشرعية بدورها. مصر معنية باتصالات وبتبذل جهد كبير، لكن كمان في الداخل المصري كيان كبير زي الأكاديمية الوطنية للتدريب كانت معنية جدا لتوضح الكثير من الأمور من خلال حلقة نقاشية. هذه الحلقة النقاشية اللي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب كانت عن الأزمة السودانية، عقدت بالأمس بمقر الأكاديمية وحضرها مجموعة من خريجي الأكاديمية من مختلف البرامج التدريبية. حضرتكم عارفين الدور الكبير اللي بتقوم به الأكاديمية في هذا التوقيت من خلال إعداد الحقيقة كل العاملين والخريجين
اللي بيتبوأوا يعني مناصب أو مراكز مش بس قيادية ولكن مهمة في الدولة بعد تسليحهم بمؤهلات ودراسات مهمة من خلال هذه الأكاديمية. الحقيقة أنه هذه الندوة تم استعراض فيها أو تحدث فيها مجموعة من خبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وكان في محور عن مستقبل الدولة الوطنية في السودان اللي اتكلم فيه الأستاذ أحمد عليبة الخبير بالمركز، وأوضح أنه مصر حذرت من استمرار الحرب في السودان وما سيترتب عليها من انعكاسات سلبية على الدولة الوطنية بالسودان. الدكتور أيمن عبد الوهاب نائب مدير المركز اتكلم عن الدور اللي بتلعبه الهوية الإفريقية، هوية وادي النيل، واستعرض أيضا الأزمة وخصوصية السودان من الجوانب الثقافية والاجتماعية وأيضا التحديات والفرص اللي بتواجهها إلى جانب الهوية المشتركة وتمثيل اللاجئين والمقيمين. أما محور التأثير على الاقتصاد فاتكلم فيه الدكتور أحمد أنديل رئيس وحدة العلاقات الدولية، وأيضا أكد أنه الموقف المصري من الأزمة السودانية وأسباب ومبررات قدوم السودانيين إلى مصر، وشرح تأثير وجود اللاجئين في اقتصاد الدولة المضيفة في ظل أزمة السودان واستمرارها، وكمان أبرز التداعيات الاقتصادية للأزمة على مصر. محور التأثير على الأمن فيه اتكلمت الدكتورة إيمان رجب، وهي واحدة من خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية، وكمان خبير أمن إقليمي ورئيس وحدة الدراسات العسكرية والأمنية بالمركز. تناولت أيضا تأثير الأزمة في السودان عن الأمن القومي المصري، محور التأثير عن أوضاع الصحة والتعليم في مصر، وفي اتكلمت السيدة سنية الفقي الباحثة بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية على فكرة التأثير الواضح للأزمة الأخيرة في السودان في قطاع التعليم والصحة في مصر، ومحور التأثير المحتمل للأزمة في السودان فيما يسمى الإدراكات المتبادلة بين الشعبان المصري والسوداني، ده كان اللي اتكلم فيه الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية، وأوضح فكرة الفرق بين الصورة الذهنية للسودان في الفكر المصري والصورة الذهنية لمصر في الفكر السوداني، مستشهدا بالمصادر المتبادلة بين الدولتين. ده كان خبر الحقيقة مهم نستعرضه مع حضراتكم. هنروح لآخر خبر عندنا، وهو يعني يتعلق بمجلس الوزراء، حيث استعرض رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في اجتماع المجلس، واستعرض كمان فكرة اجتماع عقد بالأمس بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية شاركت فيه الدكتورة هالة السعيد هذه الإصلاحات الهيكلية وأهميتها، وكمان متابعة البرنامج الوطني القائم على نهج تشاركي بين الدولة وبين القطاع الخاص، وده موضوع مهم. خلونا نعرف بعض التفاصيل من زميلنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيم المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ حسن مساء الخير يا فندم. أستاذ شريف مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني موضوع مهم ومتابعة دقيقة الحقيقة من السيد رئيس الوزراء، سواء لفكرة متابعة تطورات البرنامج الوطني القائم على شراكة القطاع الخاص مع القطاع المدني أو المجتمع المدني لزيادة مرونة الاقتصاد وكمان دعم قدرته على التوازن، ثم الإصلاحات الهيكلية في الاجتماع العقد بأمس. كلنا أذان صاغية أستاذ حسن. نعم شكرا حضرتك أستاذ شريف. يعني عارفين هذا البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية طبعا يعني تم إطلاقه في أبريل 2021، وكان ده يعني الهدف منه هو زيادة طبعا مرونة الاقتصاد زي ما حضرتك يعني تفضلت أستاذ شريف، بالإضافة أن يكون لدينا اقتصاد إنتاج ودعم الاقتصاد الوطني في عمليات النمو وزيادة مثل هذه العمليات النمو وزيادة دور القطاع الخاص. احنا عارفين الدولة المصرية مهتمة جدا بدور القطاع الخاص، ودائما السيد الرئيس بيتحدث عن هذا الدور الوطني على أساس أنه هو يضع إيده في إيد الدولة المصرية والحكومة المصرية ويزود مشاركته أو شراكته مع الدولة المصرية أو الحكومة المصرية إلى 65% بدلا من 30% اللي هي موجودة دلوقتي. ولكن هذا البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية منذ يعني إطلاقه في أبريل 2021 عمل على يعني زيادة أو ارتفاع نسبة الاستثمار للناتج المحلي بزيادة يمكن أكثر من 15%، حتى بالنسبة لحصة الصادرات السلعية يعني زادت خلال العام الأخير بنسبة يمكن 5.5%، وكذلك بالنسبة للنمو الاقتصادي زادت
الى 6 يعني فاصل 6 من 10 في المئة، وكان دور القطاع الخاص الشريف في هذا الامر هو زيادته طبعا في المساهمات يمكن بنسبه اكثر من 36%. ولكن لو تحدثنا عن تعزيز دور القطاع الخاص، ايه اللي عملته الدوله المصريه عشان تعمل عمليه التعزيز وتزود مشاركه القطاع الخاص؟ لا، الدوله المصريه عملت الكثير والكثير، بدليل اطلاق وثيقه سياسه ملكيه الدوله كانت في ديسمبر 2022. وكذلك الدوله طبعا عملت على يمكن لديك عدد من الاصول اللي هي كانت غير مستغله الدوله المصريه، يعني طورت مثل هذه الاصول واستغلتها، بالاضافه طبعا اطلقت يعني استراتيجيه جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه، وكذلك الملكيه الفكريه وتيسير اجراءات الاستثمار. يمكن تيسير اجراءات الاستثمار كانت هناك وحده دائمه داخل مجلس الوزراء وبيتابعها على مدار الساعه رئيس مجلس الوزراء، والهدف هو حل مشاكل المستثمرين. وكذلك يعني من ضمن الامور الاخرى لجذب الاستثمارات المحليه والاجنبيه هو انشاء منصه الكترونيه، والهدف عظيم منها يعني تاسيس وتشغيل المشروعات، بالاضافه طبعا تبسيط الاجراءات الجمركيه. واحنا شفنا يعني عدد كبير من هذه التيسيرات يعني والامور الاخرى. لو تحدثنا حتى بالنسبه للصادرات المصريه، هل ارتفعت الصادرات المصريه خلال الفتره الماضيه؟ نعم ارتفعت، يمكن وصلت في عام 2022 الى يعني 5.6 مليون طن، لان انت اضفت حوالي 7 اسواق يعني جديده، بالاضافه طبعا يعني عمليه التعليم الفني والتقني وما ذلك، ورفع معدلات الاستثمار بالنسبه للصناعات التحويليه، وكذلك منح الرخصه الذهبيه والصناعيه. يعني منح الرخصه الصناعيه بتحاول ان انت كحكومه مصريه بتمنحها في حدود من 7 الى يعني 20 يوم. عظيم، انا مع حضرتك استاذ شريف. يعني عمل عظيم بيستهدف الحياه تقديم المساعدات وتذليل العقبات من اجل النهوض بالاقتصاد المصري. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه، الكاتب الصحفي الاستاذ حسن ابو خزيم، شكرا جزيلا لحضرتك. بشكركم ايضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. بعد الفاصل زي ما وعدناكم زميلي العزيز خالد سعد والمهندسه مي عمر، والحديث عن التحول الرقمي في المدارس التكنولوجيه.